بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب لي ريكومبروندر ونستأنف مع لوكي دي شامبينيون. إذا طبعا كنا قد توقفنا عند هذه الفقرة الأخيرة، كما نلاحظ كنا قد رأينا هذه الفقرة أغيتوا ديدي ني با بور غرونيغو سو ني با ان سيربون سي تان لابان كي سي سوفي مون بوف ديدي تي اي بور دان بيتي لابان مي دو فاني تيل سو لابان إلى طيلا سو لي برونش روبير إيكارت لي برونش لو لابان إيتي بيان لا. On voit encore sa place, et à côté, il y a un énorme champignon. Regarde Didier, tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. Quel bon plat cela aurait fait. Robert écarte les branches, le lapin était bien là. On voit encore sa place, et à côté, il y a un énorme champignon. Regarde Didier, tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. Quel bon plat cela aurait fait. Robert écarte les branches. إذن روبير أنه يبعد لي برونش، يبعد الأغصان المتساقطة طبعا لولابا إطيبيالا. إذن الأرنب كان بشكل جيد هنا، كما نقول بأن الأرنب كان حقيقة هنا، إذن كان في هذا المكان. أون فوا أنكوغ سا بلاس، لازلنا نرى مكانه لولابا إطيبيالا. الأرنب كان بشكل جيد، كما نقول حقيقة لا هنا. إذن في هذا المكان كان الأرنب. طبعا هنا عندنا لو فيرب اتر صرف في لامبارفي، كما تلاحظوا عندنا لي تيرمينيزون دو لامبارفي لو لابا اتي بيان لا. الأرنب كان حقيقة هنا. اون فوا اونكور سا بلاس، إذا كما نقول لازلنا اونكور، كما نقول أيضا أو لازلنا. اون فوا اونكور سا بلاس، كما نقول أننا نرى أيضا مكانه. اون فوا، طبعا هنا عندنا لو فيرب فواغ، هنا عندنا لو فيرب فواغ كونجوغي او بريزون، انا مصرف في البريزون. اذا اون فوا اونكور سا بلاس، اننا نرى لازلنا سا بلاس مكانه. اي اكوتي وبالجانب، المقصود هو بجانبه. اي اكوتي هما تيقولوا هكذا، وبالجانب المقصود وبجانبه، تماما مثل كلمه اونكور المقصود بها طبعا كما راينا ايضا او لازال، ولكن هنا المقصود بها لازلنا، لان الكلام يدور عنا نحن. On voit encore sa place. إذن on voit أننا نرى لازال، المقصود لازلنا. Sa place مكان هذا الأرنب. Et à côté وبالجانب، كما قلنا وبجانبه، il y a un énorme champignon. وبجانب هذا المكان، il y a هناك un énorme champignon. هناك فطر ضخم. هناك فطر ضخم. إذن ديدي كما نقول بالدارجة أنه فلت هاد الزردة، مشات ليه هاد الزردة، يعني أنه فلت شامبينيون بأنه بالضخامة. ثم الأرنب الذي هرب، بدل أن يلقي القبض على الأرنب فهو هرب منه معتقدا بأنه تعبان. لو لابا إيتي بيان لا، أون فوا أنكور سا بلاس، إي أكوتي إلي أن إنورم شامبينيون. روغارد ديدي، أنظر يا ديدي، روغارد ديدي، أنظر يا ديدي. Tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. Tu aurais pu. كان لك أن تستطيع. Tu aurais pu. طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا avoir، عندنا avoir. فاش مصرف هذا؟ مصرف لو كونديسيونيل بريزون. شنو تابعو؟ تابعو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل pouvoir. شنو تيعطينا؟ تيعطينا لو كونديسيونيل باسي. لو كونديسيونيل باسي. إذا عندنا لوكسيليار افوار في لو كونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بوفوار عطانا لو كونديسيونيل باسي. شنو تيعني هذا؟ توغي بي، كان لك أن تستطيع، كان بإمكانك تستطيع. هذا هو المعنى اللي تيعطيه هاد لو كونديسيونيل باسي بهذا الشكل. توغي بي، كان بإمكانك أن تستطيع أتخابي القبضة en même temps في نفس الوقت un lapin أرنب et un champignon ثم فطرا. كل الفرص التي أضعتها عندما كنت أنا أجد الفطريات وأنت لا تجد شيئا، كل هذه الفرص كما نقول بأن كانت لك مؤخرة، لكنك هربت وتركتها. tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon quel bon plat cela aurait fait. أي طبق جميل cela aurait fait. كما تلاحظوا عندنا ايضا لوكسيليغ افواغ، فاش مصرف؟ مصرف لو كونديسيونيل بريزون، ثم عندنا لو بارتيسيباسي دو فيغ فيغ. اذا عندنا هنا المجمل
عندنا لو كونديسيونيل باسي ديال لو فيرب فير. شنو غيعطينا؟ غيعطينا بحال الشكل اللي شفنا. شنو غيولي المعنى عندنا هنا؟ غيولي عندنا المعنى هنا كيل بون بلا، اي طبق جميل، كما نقول اي وجبه جميله. سولا وغيفي، كان بالامكان ان تفعل، كان بالامكان ان تكون بمعنى اخر. كيل بون بلا سولا وغيفي، اي طبق جميل، نتكلم عن صحن مملوء بوجبه ما. اذا كيل بون بلا، اي صحن جميل او اي طبق جميل. سولا وغيفي، كان بالامكان ان يحصل، كان بالامكان ان يحدث. اذا كما ذكرنا روبر ايكارت لي برونش لولا با ايتي بيان لا اون فوا انكور سا بلاس اي اكوتي ايل يا ان انورم شامبينيون روغارد ديدي تي اوري بي اتخابي اون ميم طون ان لابا اي ان شامبينيون كيل بون بلاس سولا وغيفي. ثم عندنا لو فوكابيلير كما نلاحظ بريسك، بريسك يعني تقريبا، كما نلاحظ بريسك تقريبا. جين لي با توتافي اوسي غران كو بيير، اذا جين ليس كبيرا كبيير، il est presque aussi grand que Pierre. هو تقريبا ايضا كبير كبيير، ولكن هو ليس كبير كبيير، هو ينقصه بعض الكبار ان صح التعبير. اذا جين ني با توتافي اوسي غران كو بيير، اذا جين هو ليس حقيقه ايضا كبير كبيير. il est presque aussi grand، هو تقريبا ايضا كبير كبيير، من بيير او مثل بيير. ثم عندنا انطا العرام، نقول انطا، اذا نتكلم عن كومه. كونط اون بوكو دو بيير انصامبل، عندما نضع بوكو دو بيير الكثير من الحجاره انصامبل يعني في مجموعه مجموعين. سولا في انطا دو بيير، سولا في انطا دو بيير، عندما نضع مجموعه من الحجاره مع بعضها مقصود باننا نضعها في ركام. كونط اون مي بوكو دو بيير انصامبل، عندما نضع الكثير من الحجاره انصامبل في مجموعة. سولا في انطا دو بيير، سولا في انطا دو بيير، هذا يفعل انطا، يفعل كومة دو بيير من الحجارة. ثم عندنا لا دوسو، لا دوسو كما نقول هناك اسفل، هناك اسفله. سولوطا دو فوي اي دو برونش، تحت ركام الاوراق، نتكلم عن اوراق الاشجار المتراكمة الساقطة. اي دو برونش ثم ركام، كما نلاحظ في الصورة ركام الأغصان المتساقطة طبعا. اون بول ان اوبجي تورون كوم اون بال، كوم اون بال، إذا نتكلم عن اون بول، إذا نتكلم عن كرة، إذا نتكلم هنا عن ان اوبجي تورون، إذا نتكلم عن شيء ما تورون، أنه مكور بشكل جيد كوم اون بال، مثل كرة. إذا هذا الأرنب عندما هرب هو لم يعرفه طبعا ديدي، بل ظنه كان شيئا مكورا يهرب بين ساقيه. إذا هو كان يعتقده تعبانا. أن أوبجي تورون كوم أون بال، إذا نتكلم عن شيء إنما مكور بشكل جيد كوم أون بال، مثل كرة. ثم عندنا لا كاشيت، لا كاشيت كما ذكرنا بأن عندها علاقة بلو فيرب كاشي، فعل خبأ، ومنها مثلا لعبة كاش كاش، لعبة الغميضة. إذا هنا لوندغوا أو لونسو كاش، إذا نتكلم عن المكان، لوندغوا المقصود به المكان، أو لونسو كاش، أو لونسو كاش حيث نختبئ فيه، أو يعني حيث، طبعا نتكلم عن هاد أو هاد لاكسون. إذا نتكلم عن المكان أين أو المقصود به حيث لونسو كاش نختبئ به. كونت أون جو أكاش كاش، عندما نلعب لعبة الغميضة. شاكا سومي دون زون كاشيت، شاكا سومي دون زون كاشيت، كل شخص سومي، سومي أنه يضع نفسه. طبعا نتكلم أحيانا عن لو فيرب ميتر، لو فيرب ميتر، لو فيرب ميتر فعل وضع، ولكن هنا، ولكن هنا عندنا لو فيرب سوميتر يعني وضع نفسه. إذا شاكا سومي، كل شخص يضع نفسه دون زون كاشيت، دون زون كاشيت في مخبأ، في مخبأ. ثم عندنا كما رأينا فيما سبق أنيغو، أنيغو كيلكا كي ني با تخيز انتيليجون، كيلكا كي ني با تخيز انتيليجون، إذا نتكلم عن شخص ما كي ني با تخيز انتيليجون، الذي هو ليس بذكي كثيرا، نتكلم عن شخص كما نقول ينقصه الذكاء. ثم عندنا انورم تخي غرو، انورم كما نقول ضخم، تخي غرو أنه جد ضخمين. ليليفون إتان أنيمال انورم، الفيل هو حيوان انورم ضخم. لا سوري إتان بوتي أنيمال، على عكس هذا
الفأر لا سوري كما نقول الفأرة. إتان بيتي أنيمال هو حيوان صغير على عكس الفيل. ثم عندنا لوبلا لوبلا، إذا نتكلم عن الصحن أو نتكلم عن الطبق، الطابل على المائدة، مامون سيغ بليزيوغ بلا، إذا أمي سيغ. طبعا هنا تنتكلم على الفيرب سيرفيغ، الفيرب سيرفيغ تنقولو حنا بالدارجة تتسربي تتسربي، المقصود بأنها تضع. إذا مامون سيغ بليزيوغ بلا، إذا أمي تضع مجموعة من الأطباق، أن بلا دو طوماط، إذا نتكلم عن طبق من الطماطم، أن بلا دو فيوند، أن بلا دو فيوند، أيضا هناك طبق من اللحم، أن بلا دو ليغيم، أن بلا دو ليغيم، ثم هناك طبقون للخضر. ثم عندنا هنا لي فخاز، إذا عندنا الجمل بخيسك أو سيكو، تقريبا أيضا مثل. لو تيغر إي بخيسك أو سيغرو كو لو ليون، لو تيغر إي بخيسك أو سيغرو كو لو ليون، النمر يسمى لو تيغر. طبعا في المؤنث نقول لا تيغريس، لا تيغريس، إذا نتكلم عن النمرة. لو تيغر إي بخيسك أو سيغرو كو لو ليون، النمر إي بخيسك أو سيغرو هو أيضا تقريبا ضخم كو لو ليون. مثل الأسد، تي شونت بريسك أوسي بيان كو لوي، تي شونت أنت تغني أو أنت تغنين بريسك أوسي بيان، تقريبا أيضا بشكل جيد كو لوي مثله، إذا أنت تغني تقريبا بشكل جيد مثله. ثم عندنا إنري بيز بريسك أوسي لوغ كو جينز، إنري بيز، إذا كما نقول بأن إنري أنه يزين بريسك أوسي لوغ، إذا هو يزين تقريبا أيضا تقيل كجين مثل جين. سلوفر بوزي هذا فعل وزن، إنغي بيز، إذا نتكلم عن إنغي أنه يزين بخيسك السيلوغ أيضا تقريبا تقيل، هكذا يقال تقريبا أيضا تقيل كجين مثل جين، المقصود بأن إنغي أنه أيضا تقريبا تقيل مثل جين، ولكن هنا يقولون بأن إنغي أنه يزين تقريبا أيضا تقيل مثل الجين، هو يزين تقريبا أيضا تقيل مثل الجين. إنغي بيز بخيسك أوسي لوغ كو جين، إلا صوتي بخيسك أوسي لوغ كو موا، إذا هو قفز إلا صوتي، إذا نتكلم على الفيرب صوتي في القفز، ومن كلمة لصو يعني القفز أو القفزة، إلا صوتي، إذا هو قفز بخيسك أوسي لوغ تقريبا أيضا بعيد كموا مثل أنا، إذا هو أيضا قفز تقريبا بشكل بعيد، إذا هو قفز قفزة بعيدة قفزة طويلة خاسك السلوى كموا، إذا هو قفز مثلي تقريبا بشكل بعيد. ثم عندنا كلمة بورتون، كلمة بورتون يعني كما نقول رغم جو نون تروف با، أنا لم أجد منه، بورتون رغم جون شيرش، أنا أبحث عن منه كما نقول، أنا أبحث عن شيء منه، جو نون تروف با، هنا عندنا جو نون تروف با، أنا لم أجد منه، المقصود هنا بأنني لم أجد منه شيئا، بورتون رغم جون شيرش، أنا أبحث عن منه، المقصود أنا أبحث عن شيء منه، جو نون تروف با، بورتون جون شيرش، رغم أنني أنا أبحث عن شيء منه، أنا لم أجد منه شيئا، جو ناغيف با على تخبي. أنا لم أصل على تخبي لأقبضه لإلقاء القبض عليه، إذن أنا لم أصل إلى إلقاء القبض عليه، المقصود لم أتوصل إلى القبض عليه. pourtant رغم أنا أجري بسرعة، رغم أنني أجري بسرعة، je n'arrive pas à l'attraper pourtant je cours vite pourtant je cours vite. طبعا هنا عندنا لو فيرب كورير conjugué au présent conjugué au présent. Je cours vite. أنا أجري بسرعة. Je ne l'ai pas trouvé. أنا لم أجده بدون نيجاسون سنقول. Je l'ai trouvé. أنا وجدته. J'ai trouvé une personne. أنا وجدت شخصا. Je l'ai trouvé. أنا وجدته. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. أنا لم أجده. Pourtant, j'ai regardé partout. رغم أنني نظرت في كل مكان. رغم أنني أنا نظرت في كل مكان، أنا لم أجده. ثم عندنا كلمة دابور، كما نلاحظ دابور كما نقول أولا
أو قبل كل شيء. إذن عندنا هنا il donne d'abord des coups de bâton puis il regarde. Il donne d'abord des coups de bâton puis il regarde. Il donne d'abord des coups de bâton. Des coups de bâton. Il donne d'abord. هو يعطي قبل كل شيء أو أولا. هو يعطي أولا des coups de bâton ضربات بالعصا. Puis il regarde. Puis il regarde. ثم هو ينظر. ثم هو ينظر. إذن قبل أن ينظر هو قام بإعطاء ضربات بالعصا. أنه قام بضرب هذا المكان بالعصا. غوني أوفر دابور سون ليفر. إذن غوني أنه يفتح. طبعا هنا عندنا لو فيرب أوفغيغ كونجوي أو بريزون مصرف في الحاضر. غوني أوفر. إذن غوني أنه يفتح دابور دابور كما نقول أولا سون ليفر كتابه. بوي إل سومي أليغ. ثم هو يبدأ أليغ في القراءة. طبعا ذكرنا فيما سبق هاد الصيغة سوميتخ أ سوميتخ أ. بدأ في أو أخذ في. بوي إل سومي أليغ. ثم هو يبدأ في القراءة. ثم هو يأخذ في القراءة. لاف دابور تيما. اغسل أولا يديك. بوي فيا أطابل. ثم تعال إلى المائدة. إذا قبل أن تجلس معنا على المائدة اغسل أولا يديك. لاف دابور تيما. بوي فيا أطابل. طبعا هنا عندنا لو فيرب فينيغ. ثم عندنا لو فيرب فينيغ. فعل جاء. فيا يعني تعالى. لاف هاد الفعلين كما تلاحظوا راه مصرفين في الامبيراتيف مصرفين في الامر. لاف اغسل. لاف دابور تيما. اغسل اولا يديك بوي ثم فيا طابل. تعال الى المائده. طبعا عندنا هاد الكلمات متضمنه لبعض المقاطع اللفظيه كما نلاحظ. عندنا هو مثلا اشاك فوا. اذا كلمه فوا انها تتضمن هاد المقطع اللفظي و اشاك فوا في كل مره. اشاك فوا في كل مره. اذا نقول مثلا اشاك فوا تي مابيل. في كل مره انت تنادي علي. ثم il ne voit rien. il ne voit rien. هو لم يرى شيئا. il ne voit rien. طبعا هنا عندنا لو voir présent. il ne voit rien. هو لا يرى شيئا. dans les bois. كما ذكرنا بان كلمه بوا ممكن ان تعني خشب او تعني غابه. dans les bois في الغابه. ثم عندنا لو فخوا البرد. لو فخوا البرد. ثم عندنا توا اي موا انت وانا او انت وانا. توا اي موا انت وانا. اغيت توا توقف. هنا عندنا لو فيرب ساغيتي يعني فعل توقف. اغيت توا توقف. ثم عندنا اون جولي فواتور. اون جولي فواتور سياره جميله. اون جولي فواتور سياره جميله. هاد العبارات أنها تتضمن هدوء. ثم عندنا غومارك ملاحظة. طبعا هنا هذه الملاحظة تتعلق ب لوتخي دينيون خط الربط. لوتخي لوتخي المقصود به خط. لوتخي المقصود به خط. نتكلم عن هذا الخط الموجود بالكلمتين لوتخي دينيون. طبعا لينيون المقصود بها الاتحاد أو الربط أو الوحدة. إذا نتكلم هنا عن خط الوحدة أو خط الربط بين هذه الكلمتين دون موا. دون موا نضيف هذا الخط الصغير. نضيف هذا الخط الصغير حتى نربط بين الكلمتين. طبعا هناك حالات كثيرة نضع في هذا الخط. طبعا عندنا كلمة فخوا في المؤنث نقول فخواد يعني أنها باردة. فخوا يعني بارد. طبعا هذه الكلمة تتضمن هاد و أو إي تنطق و. ثم عندنا هاد أ. ثم عندنا هاد أ أ إي أ. طبعا هاد أ خاصة بأفوا. نقول إيل أ. نقول جي تيا إل أ. إل أ. إذا هذه هي الحالة الوحيدة اللي تتكون فيها هاد أ. نقول إل أ مارشي. إلا مارشي. إل أ مارشي هو تمشى. إذا عندنا أفواغ. أو نقول مثلا إل أ أون ميزون. إلا أون ميزون. إل أ أون فواتور. إذا هو عنده سيارة. إل أ أون فواتور. أما هاد أ التي عندنا هنا اللي عليها واحد لاكسون هذه سيتون بريبوزيسيون. إذا نتكلم عن حرف. C'est une préposition. إذا نتكلم عن حرف. حرف جر مثلا. نقول مثلا Je vais à l'école. Je vais à l'école. إذا هذيك à l'école ما نستعملوش في avoir. نستعملو في هذه. طبعا هناك حالات كثيرة تستعمل فيها هاد à. ثم
عندنا ديكتي، عندنا ديكتي، ديكتي يعني نقل. إذن عندنا هاد الجمل مو جي اون جولي روب، مو انا جي جي اون جولي روب، انا عندي فستان جميل. ثم عندنا روني ا اون بوتيت فواتور، روني ا اون بوتيت فواتور. إذن روني ا اون بوتيت فواتور، إذن روني عنده كما تلاحظوا عندنا افوار هنا، هذه ماشي هذه، روني ا اون بوتيت فواتور. إذن روني عنده اون بوتيت فواتور، سيارة صغيرة. ثم عندنا دون طا فواتور اغيمي، دون طا فواتور، اعطي سيارتك اغيمي، الى غيمي، الى غيمي. اذا طبعا سنستعمل هاد لا نستعمل افوار. افوار يا اما انه ياتي بعده فعل فيكون مساعد كما ذكرنا قبل قليل، جي مارشي ونقول il a marché، اذا هو تمشى، il a mangé هو اكل، il a acheté اذا هو اشترى. سنضع قبل الفعل هاد افوار، سياتي هناك اوكسيليير، سيكون كمساعد. واما ان هاد افوار ياتي بعده اسم فيفيد الملكيه، روني ا اون بوديت فواتور، روني انه يملك سياره صغيره، روني عنده سياره صغيره، مقصود ان روني يملك سياره صغيره. اذا هنا هاد افوار تفيد الملكيه. اما هاد التي عندنا هنا فتاتي كحرف جر. اذا نقول مثلا دون تا فواتور، اعطي سيارتك اغيمي، اغيمي الى غيمي، اعطي سيارتك لغيمي، واضح بان سنستعمل هاد اغ. ثم عندنا دون موا، اعطيني دون موا، طبعا دون موا كاين واحد لو تري دونيون، اذا كاين واحد الخط الربط. دون موا اعطيني، ممكن نقول دون لوي اعطيه. اذا دون موا تا فواتور، اعطيني سيارتك، دون موا تا فواتور، اعطيني سيارتك. نقول مثلا جي فخوا، انا بارد، انا عندي برد، انا في حالة برودة. جي فخوا، انا عندي برد، انني ارتعش من البرد. مثلا جي فخوا، جي لا فيغور توت فخواد، جي لا فيغور توت فخواد، انا عندي الوجه، لا فيغور، لا فيغور، انا عندي الوجه توت فخواد، كله بارد. كما نقول كله بارد، المقصود جد بارد، انا وجهي جد بارد، جي لا فيغور توت فخواد. هنا هاد افوار تفيد الملكيه، انا جي لا فيغور، انا عندي الوجه، كما نقول انا املك الوجه توت فخواد، كل بارد، المقصود بانه جد بارد. Et enfin, nous terminons avec la conjugaison. On a ici la conjugaison du verbe manger au passé composé. On a la conjugaison du verbe manger au passé composé. Et donc, nous avons tabaan, sarf fi'l manger, fi'l akala, musarraf le passé composé, musarraf le madi, fi'l akala, annaka ta'kulu shay'an. Le passé composé, c'est un temps composé. Tabaan, le passé composé, comme on a dit, c'est un temps composé. Ou zaman murakkab. Menach murakkab? Murakkab min l'auxiliaire. اللي عندنا هنا طبعا كل الافعال اللي غتصرف في لو باسي كومبوزي طبعا غيكون عندها لوكسيليير يا اتر او افوار كما عندنا هنا، ثم زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. اذا طبعا هنا لو فيرب مانجي يتصرف مع افوار، علاش؟ لاننا نتكلموا على فعل اكل، شخص ما ياكل مثلا تفاحه. اما اذا قلنا مثلا شخص ما يذهب فلا نقول مثلا شخص ما يذهب تفاحة أو يذهب شيئا ما، بل نقول يذهب وكفى، هو يذهب بنفسه. إذن فعل انطلق أو ذهب في هذه الحالة غيتصرف مع إتر. عندنا هنا لو فيغ مانجي، إذن فعل أكل أكيد سيصرف مع أفواغ. كما تنعرفوا بأن كل فعل أردنا تصريفه في لو باسي كومبوزي طبعا سنضع لوكسيليير أو بخيزون، اللي عندنا هنا عندنا أفواغ أو بخيزون، ثم نضيف له البارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه. هنا عندنا لو فيغ مونجي هو المراد تصريفه، سنحصل على البارتيسيباسي الخاص به بحذف او اغ، ثم نضع او اكسون ايغو، نحذف او اغ ثم نضع او اكسون ايغو بهذا الشكل الذي عندنا هنا، هكذا نحصل على البارتيسيباسي الخاص بالفعل
المنتمي للمجموعة الأولى، الذي ينتهي بـ أخ. طبعا استثني من هذه الأفعال اللي عندها أو أخ لو فيرب ألي كما ذكرنا. علاش؟ لأن لو فيرب ألي في بعض الأزمنة أنه تتغير، بل أنه يغير كل حروفه الأصلية. إذن طبعا لو فيرب ألي سنسحبه من المجموعة الأولى. إذن على كل حال الذي عندنا هنا لو فيرب مانجي، سنحصل على لو بارتيسيباس الخاص بهذا الفعل، ثم نصرف لوكسيليغ أفواغ أو بريزون. إذن نقول جي تيا إل أ نوز أفون فوز أفي إلز أون أو إلز أون، ثم نضع بعده لو فيرب مانجي. جي مانجي تيا مانجي إل أ مانجي إل أ مانجي، ثم نوز أفون مانجي فوز أفي مانجي إلز أون مانجي إلز أون مانجي. إذن جي مانجي دي غاتو، أنا أكلت كعكات. تيا مانجي دي غاتو، أنت أكلت كعكات أو أنت أكلت كعكات، بنفس الطريقة تقال. إلى مانجي دي غاتو، هو أكل كعكات. إل أ مانجي دي غاتو، هي أكلت كعكات. ثم ننهي مع البلوريال مع الجمع. نوز أفون مانجي دي غاتو، نحن أكلنا كعكات. فوز أفي مانجي دي غاتو، أنتم أكلتم كعكات في الماضي. إيلز أون مانجي دي غاتو، هم أكلوا كعكات في الماضي. إيلز أون مانجي دي غاتو. وهكذا نكون قد أنهينا مع هذا الموضوع. نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.